باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المره اللي فاتت كنت بكلمكم عن القلب واهميه ارتباط القلب بالله، ولازم الواحد يكون قلبه فيه محبه الله ومحبه الخير. ولكن جايز واحد يقول انا بحب ربنا لكن مش قادر امشي في سكته، بحب الخير لكن مش قادر وبمشي في الخطيه، زي ما جه في الرساله الى روميا اصحاح 7: لان الاراده حاضره عندي، واما ان افعل الحسنى فلست اجد، لاني لست افعل الصالح الذي أريد بل الشر الذي لست أريد فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريد إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة في، إلى آخر. فإحنا عايزين إنسان مش بس يحب الخير، وإنما تكون عنده الإرادة القوية التي يفعل بها الخير، مش بس يكره الخطية نظريا، إنما تكون عنده الإرادة القوية التي يقاوم بها الخطية. لأن في إنسان بيحب الخير وهو عاجز عن فعل الخير. ليه؟ يقول لك إرادته ضعيفة، إرادته ضعيفة، ما عندوش قوة يقاوم بها الخطية، لا يجد سهولة في عمل الخير. وإن أراد أن يقوي إرادته يبذل جهدا عنيفا لكي يقوي هذه الإرادة. ومن أمثلة هذا موقف الإنسان من الخطايا المتكررة أو من الخطايا المحبوبة، عارف إن ده غلط وما عندوش قدرة إنه يبطل الغلط. فإيه الحكاية دي؟ وإزاي الإنسان يقوي إرادته؟ أول حاجة لازم الإنسان يكون مقتنع قلبيا وعقليا بكل قدرته، مقتنع بربنا وبالخير. عشان كده الكتاب بيقول تحب الرب إلهك من كل قلبك. ما هو اللي مقتنع بالخير وبيعمل الشر مش مقتنع من كل قلب، هو بيحب ربنا من قلبه لكن إلى جوار ربنا بيحب حاجة تاني ضد ربنا، فمش كل قلب. ولذلك حسنا قال المرنم في المزمور: من كل قلبي طلبتك. فاللي إرادته ضعيفة نمرة واحد، مش كل قلبه مع الله. إن كان كل قلبه مع الله يبقى ما فيش حتة في قلبه بتحب الخطية وتخليه يعمل الخطية، يحاول ان هو ينمي. كذلك ضميره ما بيوبخوش كما يجب، لان لو كان ضميره مستيقظ 100% يجي يعمل الخطية لقى نفسه خايف. في الحقيقة ان الضمير بيشتغل مرشد، ولكن الارادة هي المنفذ. الضمير ده عامل زي ايه؟ زي اشارة المرور، تديك اشارة حمراء يعني تقف ما تمشيش، لكن لا ترغمك انك تقف. ففي واحد بيلاقي الاشارة حمراء ويكسر المرور وياخد مخالفة وما يهموش وهو ماشي. هي تقول له ما تمشيش لكن لا ترغمه ان هو ايه؟ ما يمشيش. لذلك تلاقي الساعة 12 بالليل ما فيش عسكري مرور، والإشارة حمراء، واللي ماشي ماشي، واللي بيكسر بيكسر، والحكاية يعني واخدة راحتها.
في البلاد بره، يعني في امريكا مثلا تلاقي اشاره المرور بتدي احمر والطريق فاضي جدا وما فيش اي حاجه من هنا ولا من هنا، ويفضل الواحد واقف والسكه فاضيه على الاخر لغايه لما اشاره المرور تدي اخضر، لانه مولف على اطاعه الاشاره مهما كان الطريق فاضي ولا مش فاضي، ده مش دخله. هنا اشاره لابد يطوعها. ده بقى الانسان اللي عنده الالتزام القوي في نفسه، والذي لا ينتهز الفرص سواء العسكري شايفه او مش شايفه ملتزم، سواء ما فيش عسكري على الاطلاق ملتزم. فعشان الانسان يقوي ارادته لازم يكون عنده الالتزام، ولازم يكون عنده يقظه الضمير، وما كانش عنده يمرن نفسه على كده. الانسان اللي ارادته ضعيفه لازم يشوف ما اسباب الضعف وكيف يقاومها. من ضمن اسباب الضعف الشهوه. لما يكون انسان عنده شهوه في شيء، اي شهوه يعني مش ضروري شهوه جسديه، اي شهوه، بيبقى الشهوه تقوده. الشهوه هي اللي تقوده، وامام الشهوه بتضعف ارادته، امام الشهوه بتضعف ارادته. فانت لازم عشان تقوي إرادتك تقف ضد شهواتك، ولكي تقف ضد شهواتك شهواتك الخاطئة أقصد، لازم تبعد عن أسباب الشهوة دي. طول ما الأسباب موجودة أمامك أنت بتضعف، لكن إذا بعدت عنك تقدر تاخد بالك من نفسك. فالبعد عن أسباب الخطية، والبعد عن مادة الخطية، والبعد عن مادة الشهوة، دي أشياء تقوي إرادة الإنسان. يعني إنسان مثلا في وقت الصيام ما يحطلوش على المايدة ياكل غير أكل الصيام، بياكل ويجي. لو يحط له صنف من اللي بيحبه اللي ابتدى يشاور نفسه لانه قصاده الماده. لو حط له اكتر من صنف من الحاجات دي تلاقيه برضو يجد صعوبه في المقاومه، وهكذا في كل ماده الخطيه قصاده. يعني التلميذ عايز ينجح، لو لقى فرصة للغش قصاده بيبقى صعب عليه انه ما يغش. قالوا لما تكون بعيد عن مادة الخطية يبقى ليك حرب في الداخل فقط، لكن لو تكون مادة الخطية موجودة امامك يبقى حرب من الداخل وحرب من الخارج، يبقى صعب عليك. عشان تقوي ارادتك على الاقل في الابتداء ابعد عن مادة الخطية، ابعد عن مجال المحاربات، ابعد عن مجال العثرات، ابعد عن المعاشرات الردية، ابعد عن كل شيء يؤثر على نفسك لكي لا تضعف إرادتك أمام الأساليب الضاغطة من الخارج. لكن تكون حاطط نفسك قصاد الحاجات دي هتتعب، هتتعب. واحد بيتعب من مجلات بيقراها، من كتب بيقراها، من سينمات بيشوفها، من افلام، يحط نفسه فيها وبعدين يقول تعبت. ابعد، ابعد عن ماده الخطيه. الشهوه اول ما تيجي للانسان بيقدر يقاومها، لكن لو طولت معاه يضعف من طول المده. فابعد ايضا عن طول المده. ولذلك في خطايا عايز الانسان يبت فيها بسرعه،
وفضائل يبت فيها بسرعة. أقوم الآن وأذهب إلى أبي، فقام على طول وذهب إلى أبيه. يوسف الصديق خد بعضه وهرب من المكان، لو قعد شوية ما نعرفش كان جرى له إيه، إحنا عارفين. خد بعضه ومشي، واللي يجرى يجرى حتى لو اتمزعت هدومه، المهم إنه يمشي من مجال الخطية. طول ما أنت موجود في مجال الخطية معرض للسقوط، ولما تطول بك المدة تعرض أكتر. عشان كده خليك بعيد، بالشكل ده تبقى إرادتك قوية، لأن مفيش حاجة تضعفها. تقول لي يعني أفضل طول عمري كده أهرب؟ أقول لك لا، دي بالنسبة للمبتدئين. لغاية لما محبة ربنا تقوى في قلبك جدا هتبقى تشمئز من الخطية، ولو وجدت أمامك ما يجرى لكش حاجة. لكن بكلمك عن المبتدئين. واحد حصل له كسر في عظمه فيجبسوه، بيجبسوه ليه؟ لأن الجبس هو ماسك كده، العظم ما يقدرش يتحرك لا يمين ولا شمال لغاية لما يلحم في بعضه. بعد ما يلحم في بعضه هيشيلوا الجبس، ما هو مش محتاج له، ده كان محتاج له في الأول على بال ما يلحم في بعض. فأنت بتحتاج إنك تبعد عن مادة الخطية لغاية لما تلحم في بعضك، لما الروح تلحم في الجسد وتقوده، لما محبة الله تلحم في قلبك وتقوده. لكن طول ما أنت كده هوائي لازم تبعد، بالشكل ده تقوي إرادتك. شوفوا لوط، لوط إيه اللي أضعف إرادته وتعبه؟ كان موجود في مجال الخطية، قاعد فيها ليل ونهار في سدوم، ولما وجد في سدوم بعد عن إبراهيم وبعد عن المذبح وقعد حيران كده، وموجود في وسط الخطية ومادة الخطية. عشان كده الكتاب يقول كان البار يعذب نفسه كل يوم بمناظر الناس الأشرار. طب وانت تعذب نفسك ليه؟ لوط لأنه رجل بار عذب نفسه وما وقعش، وإن كانت وقعت مراته وبناته، لكن انت ممكن انت تقع، فابعد نفسك. لما تبعد نفسك تقوى إرادتك، لما تقوى إرادتك تقدر بعدين لو جابهتك الخطية تجابهها بإرادة قوية ما تسقطش. لكن في حالة المبتدئين لازم في الأول يبعد، لازم، وإن ما بعدش يبقى بيتعب نفسه. يبعد عن مادة الخطية ويبعد عن طول المدة. يعني لو جالك فكر محاربة أول ما يجيلك بتقدر تطرده على طول يمشي، لو استنيت شوية وقعدت تاخد وتدي معاه ياخد سلطة عليك، تحاول تبعده تلاقي نفسك مش قادر. ليه؟ من أجل طول المدة أخد سلطة عليك، أخد سلطة عليك. زي إحنا نجيب راجل بواب في بيت عندنا، وبعدين يقول مش لاقي سكن، نقول له خليك دلوقتي ان هو ساكن في الأوضة دي على بال ما نشوف لك سكن، بعد شوية يجيب مراته ويجيب عياله، بعد شوية نحاول نخرجه ما نعرفش نخرجه، وياخدوا الأوضة بوضع اليد. فبرضو ساعات فكر بطول المدة ياخد عقلك بوضع اليد، قاعد فيه مدة طويلة. فأنت عايز سرعة، يجي لك الفكر تبقى إرادتك قوية جدا في أولها، لو استنيت تضعف، لو استنيت أكتر وأكتر تلاقي نفسك مش قادر وتلاقي الفكر سيطر عليك. مش بس سيطر عليك، ده تلاقي الفكر بدأ يتحول فيك إلى رغبة، والرغبة أخذت سلطان، وبقيت أنت اللي عايز مش الفكر اللي عايز.
ابعد عنك كل فكرة وكل شهوة من أولها قبل ما تقوى وتكبر. زي واحد قال لما توجد عشب تروح شايلها تطلع في ايدك، لو استنيت لغاية لما تبقى شجرة وليها جزء كبير ما تقدرش عليها. قال لها يا بنت بابل الشقية توبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند الصخر، والشهوة لسه صغيرة طفل قبل ما تكبر. ابعد عن مادة الخطية، ابعد عن كل علاقة آثمة، ابعد عن المعاشرات الردية، ابعد عن كل واسطة بتضعف نفسك أو تجيب لك أفكار أو تجيب لك شهوات إلى آخره. ابعد عينيك، ابعد ودانك، ابعد حواسك، ابعد فكرك. زي ما بقول لكم الإرادة الحرب في أولها الإرادة بتبقى قوية عليه قوية، لكن لما بتقعد مدة الإرادة بتضعف. تفكرنا بالخطية بتاعت قايين، ربنا قال له توجد خطية رابضة وأنت تسود عليها. يعني قايين في الأول كان الفكر جاي له لكن هو مسيطر عليه، بعد ما استنى شوية والفكر زاد عنه بدأ قلبه يشتعل، ما قدرش بعد كده يقاوم فقام وقتل أخوه. لكن في الأول لما كلمه ربنا قال له وأنت تسود عليها، الخطية الموجودة أنت قادر عليها. في مقاومة الأفكار، في مقاومة الشهوات تحتاج إلى سرعة قبل أن تضعف الإرادة. قال له يا زكى اسرع وانزل. الابن قال أقوم الآن وأذهب إلى أبي. سواء في مقاومة الشهوات أو في فعل الفضيلة، يعني يضرب جرس نص الليل عند الرهبان، لو قام على طول بسرعة هيقدر يصلي، لو استنى شوية وقال بعد شوية بعد شوية هينام ويصحى على الهجعة الثالثة أو جايز ما يصحاش. فإذا جالك شوق للفضيلة لا تبطئ، وإذا جات لك مقاومة للخطية لا تبطئ، لأن الإرادة بتضعف. الإرادة بتضعف بطول الوقت، والإرادة بتضعف بتدخل الشيطان. يعني لو نفذت بسرعة قبل ما الشيطان يخش في الخط أديك نفذت بجلدك، لو استنيت ضعفك البشري المحاربات الخارجية الشيطان يقول لك ما تستعجلش لسه بدري عليك. كثيرا ما تضعف إرادتنا بسبب التكاسل واللامبالاة، كثيرا ما تضعف إرادتنا بسبب التكاسل واللامبالاة، بسبب الإهمال، بسبب عدم الحرص. الإنسان الروحي الذي يريد قوة الإرادة يكون حريص، لا يهمل، لا يعمل عمل الرب برخاوة، لا يتكاسل، لا يعيش في اللامبالاة. كل اللي هلكوا كانوا نتيجة كده. أول ما ربنا خلقك كانت إرادتك ميالة للخير، ضعف الإرادة ده جه دخيل عليك بسبب إهمالك في علاج نفسك. لما تلاقي إرادتك ابتدت تضعف أمام خطية قل لنفسك يا ده أنا لازم أخد بالي من نفسي، أنا جرالي إيه؟ أنا اتغيرت ولا إيه؟ كنت زمان بشوف ما بتأثرش، دلوقتي بشوف وأتأثر، لازم أخد بالي من روحي. طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند الصخر. زمان كانت الكلمة دي ما بتأثرش علي وما بغضبش منها، دلوقتي بسمع وبغضب، لا لازم أخد بالي من نفسي. خليك يقظ لنفسك
واخد بالك من نفسك. المسيح قال لهم ايه؟ لتكن احقائكم مشدودة ومصابحكم موقود. طوبى لأولئك العبيد الذين أجاءهم سيدهم يجدهم ساهرين. عشان تقوى إرادتك لازم يكون عندك يقظ الضمير، لازم يكون عندك حرص، تكون واخد بالك من نفسك، من إيه التغيرات اللي بتيجي عليك وإيه الأشياء اللي بتضعفك، لازم تاخد بالك من دي. قلت لكم في شيئين بيضعفوا الإرادة: المعيشة في مجال الخطية وفي مجال العثرات، والتاني حاجة طول المدة. شمشون كان قوي جدا في الأول وكان قادر يمسك نفسه، ودليلة كانت تقول له ايه سرك يضحك عليها وما يرضاش يقول لها. لما طالت المدة ابتدت ارادته تضعف، ابتدى يرخخ، قال هيه اقوله بس، وهو عارف طبعا اللي يجرى ايه، لكن ارادته بدأت تضعف من كثرة الحاح الخطية عليه، من كثرة الحاح الخطية عليه. كويس يوسف الصديق الخطية بتلح عليه خد بعضه وهرب، لكن شمشون حط راسه على حجر الخطية ما قدرش يطلع راسه تاني غير لما شعره راح، طلعت راس من غير شعر. طب يا شمشون خليك راسي، ما قالت لك قبل كده وعرضت عليك؟ مفيش فايدة. طول المدة بيضعف الإرادة، طول المدة بيضعف الإرادة. تالت حاجة، أجهزة الإنسان أجهزة حساسة كلها بتتأثر بالخير والشر. الحواس أجهزة حساسة، والأفكار أجهزة حساسة، والمشاعر الداخلية أجهزة حساسة، حساسة نحو التأثيرات الخارجية ونحو البيئة. عارف انت لما تقعد فترة كده تبص في صور القديسين وتتأمل سيرهم تجد حساسية روحية دخلت، لما تقعد تبص المناظر عكس كده تجد حساسية الخطية دخلت. ما أجهزة حساسة، جهاز ميال، ممكن يميل للخير وممكن يميل للشر. طول ما آدم بيبص في ربنا قاعد مبسوط، ابتدى يبص للشجرة عقله اتغير، لقاها شهية للنظر وبهجة العين. خلي بالك من أجهزتك الحساسة. عشان تقوي إرادتك مش بس من ناحية السلبية، تبعد عن الخطية وتبعد عن طول المدة وتحرص على أجهزتك الحساسة وتبعد عن اللامبالاة والتكاسل والتراخي، إنما أيضا إرادتك بتضعف بالبعد عن وسائط النعمة. دايما ألاقي الناس اللي بيسقطوا بيكونوا مقصرين في وسائط النعمة. الشيطان لما يجي يحاربك بالخطية ما يجيبها لكش في الأول، يبعدك شوية عن الإنجيل، يبعدك شوية عن الأجبية، يبعدك شوية عن الصلاة، يبعدك شوية عن الكتاب، يبعدك شوية عن الاجتماعات، يبعدك شوية عن القداسات، يبعدك شوية عن أب الاعتراف، وبعدين يلاقيك بلا سلاح، يشكك الشكة تطلع في المليان. ليه؟ ابتدى انت فريشك فما عرفتش تطير، إرادتك ضعفت. إرادتك بتضعف لأن الميزان بيلخبط، العالم بيزود بيزود بيزود، والكفة بتاعت ربنا مفيش مفيش مفيش، لغاية لما تطب كفة العالم والأشياء اللي في العالم. عايز إرادتك تقوى، كل ما يجي لك ضعف من ناحية الخطية خد لك قوة من ناحية الوسائط الروحية.
توزن مع بعض. كل ما تزود الوسائط الروحية تلاقي قلبك موجود فيه محبة ربنا، عقلك موجود فيه فكر ربنا، مشاعرك متيقظة نحو الخير، تجد انك انت مش قادر تفلت تقول محبة الله تحصرنا، مش قادر مش قادر. على الأقل لو جات لك الخطية وجيت تقع تفتكر نفسك تقول لا مش ممكن أبدا، ما أقدرش أكمل، لازم أهرب، لازم أعمل لنفسي حاجة. لكن الشخص اللي بيبعد عن الوسائط الروحية بتضعف حياته الروحية، زي لوط. الشيطان ما قالوش تقعد مع الناس الزناه بتوع سدوم أبدا، قالوش كده أبدا. في الأول زود له لغاية ما بقى عنده خير كتير، وبعدين قال له انت هتقعد تتخاصم مع رعاتك، مع رعاة إبراهيم، ابعد شوية عن إبراهيم، وبالتالي تبعد شوية عن مذبح إبراهيم وعن صلوات إبراهيم وعن قدوة إبراهيم، وبعدين الأرض المعشبة، لغاية لما وقع خدها له كده برواقة واحدة واحدة. عايز تقوي إرادتك لابد تقوي وسائط النعمة عندك، لازم. لا تقصر لا في صلاة ولا في كتاب ولا في اجتماعات ولا في تراتيل ولا في تسبحة ولا في تأمل ولا في اجتماعات روحية. خلي نفسك محفوظ باستمرار. تجي لك الخطية تجد عندك مقاومة، تجدك محصن، محصن زي واحد واخد حقنة ضد التيفود، واخد حقنة ضد الدفتريا، واخد حقنة تلاقيه محصن. لكن ما تخليش الشيطان يستفرد بيك وانت كده بلا سلاح. خلي نفسك دائما في جو روحي، الجو الروحي يلهب محبتك لله، الجو الروحي يزود مقاومتك للخطية إن جاءت، الجو الروحي يعطيك مناعة داخلية، الجو الروحي يزود ميلك إلى الخير ويضعف الميل للخطية. لما تكون في جو روحي ما يكونش عندك سرعة انجذاب إلى الخطية، على الأقل لو جات لك الخطية تلاقي عندك شوية مقاومة أو بطء في الانقياد لغاية لما نعمة ربنا تشيلك. الجو الروحي يزود الهاتف الداخلي اللي جواك يقول لك لا لا لا. الجو الروحي بيقوي عزيمتك وإرادتك من جوه. عشان كده في وسائط النعمة يقول لك ايه الحاجتين دول اللي قلناهم موجودين في المزمور الاول: طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. دي من الناحية السلبية بيبعد نفسه عن مادة الخطية. ومن الناحية الإيجابية ايه؟ في ناموس الرب مسرته ويكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه. وده الكلام من ناحية السلبية لمجالس مسائين ولطريق خطاة، ومن ناحية الإيجابية شجرة مغروسة على مجاري المياه بتاخد من الوسائط الروحية زي ما عايزة. وفي ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، يبقى مش ممكن بقى تجيله خطية منين. لكن تقول إرادتي ضعيفة وانت قاعد في سدوم، إرادتك ضعيفة وانت قاعد في غزة جنب دليلة، طب ما لازم تضعف. إرادتك ضعيفة وانت بتتفرج على السطح زي داود، طب ما لازم إرادتك تضعف. تقول ايه؟ لازم تقوي الوسائط الروحية اللي عندك. شوفوا عشان اوريكم ازاي الوسط الخارجي بيأثر، سواء كان وسط كويس او وسط وحش. خدوا بطرس الرسول.
بطرس الرسول وهو موجود وسط المسيح والتلاميذ إرادة من حديد، قال له ولو أنكرك الجميع أنا لا أنكرك، لو أدى الأمر إن أنا أموت معاك. إيه القوة دي؟ ولما بعد عن الوسائط الروحية وجه في الناحية التانية قصاد الجارية قال لست أعرف الرجل، قال له طب ما هو بطرس، هو بطرس، لكن في الجو الروحي كانت إرادته حديد. لما بعد ودخل في مجال الخوف ابتدى يطب. هتكون انت احسن من بطرس؟ وده الرسول العظيم عايز تقوي ارادتك، ابعد عن مجال الخطية وقوي نفسك في الحياة الروحية، ولا تترك الخطية تاخد معاك زمن، لا الفكر ياخد معاك وقت ولا النظر ياخد معاك وقت. ان بصيت لقيت الحكايه من اولها معروف اخرها ايه، من اولها خد بعضك وماشي، لكن تقول نستنى لما نشوف اخرها ايه، ها انت عارف اخرها ايه، انت عارف. ولما اقول لك الوسط المحيط بيك تاخد باله منه، ما اقصدش الوسط مجرد الناس، سواء الوسط ناس او الوسط كتب او مجلات او الوسط مسليات او سماعات او اي حاجة، كل وسط محيط بيك تخلي بالك منه. كتاب قعدت تقراه لقيت من اوله لا يبشر بخير ما تكملش، قصة قعدت تقراها لقيت من اولها لا تبشر بخير ما تكملش، خلي بالك من، لكن تقعد تكمل، كل ما تكمل إرادتك تضعف، كل ما تكمل لغاية لما تيجي تبقى لا إرادة لك ويكون العدو سيطر عليك. ابتدي يخش 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 لغاية لما ما قدرتش تخرج. لكي تقوى إرادتك خلي بالك من عنصر التدرج، خلي بالك من عنصر إيه؟ التدرج. خلي بالك من التدرج في السقوط، وخلي بالك من التدرج في الإفلات أيضا في الصوت. يعني لا تعطي للعدو مجالا يتدرج فيه داخل قلبك من أول درجة، وخلي بالك جايز تكون الخطوة الأولى بسيطة، بعد كده الخطوة الثانية أصعب شوية، بعد كده الخطوة الثالثة عايزة جهاد، بعد كده الخطوة الرابعة ترفع العلم الأبيض وتستسلم. احذر من التدرج، احذر من التدرج، حتى التدرج البسيط احذر منه، احذر. إنسان يكون محترس جدا في كلامه، مش ممكن أبدا يقول كلمة غلط وبعدين يبص يلاقي كلمة فلتت منه ما كانتش لطيفة، يبص يلاقي كلمة جديدة شوية، يبص يلاقي كلمة قاسية، يقول الله هو أنا هسيب نفسي لغاية لما ألخبط؟ يأدب نفسه تأديب على الآخر، يقول بس دي آخر مرة، لو كنت مش قادر على الكلام كويس ما افتحش بقي أبدا. خلي بالك من نفسك، عشان تقوي إرادتك لازم تكون ضابط لنفسك، واخد بالك من كل حاجة، ولا تجعل الخطية تتدرج معاك. خلي بالك من فكرك، وخلي بالك من حواسك. لكي تقوي إرادتك أيضا ينفعك عنصر التغصب، اغصب نفسك على عمل الخير واغصب نفسك على الهروب من الخطية، اغصب نفسك، لأن جايز تكون الحرب شديدة وأنت مش قادر، تحتاج لجهاد. الإرادة تقوى بالجهاد مع النفس بالتغصب. تقول طب عمل الخير بفرح ده بعدين، دي خطوة بعدين، لكن أنت في الأول اغصب نفسك. كل ما تغصب نفسك معناها أنك بترفض الشيطان، معناها أنك بترفض الخطية، معناها الشيطان بيلح عليك تقول له لا مش ماشي معاك، هيجي وقت الشيطان يزهق منك ويمشي، لكن لابد لتقوية الإرادة من التغصب.
لابد لتقوية الإرادة أيضا من التداريب الروحية، على شرط أن التداريب الروحية تؤخذ بجدية وبالتزام وبحكمة. لازم وبتلاقي بتدرب نفسك. بولس الرسول بيقول تدربت أن أشبع وأن أجوع، تدربت أني أكتفي وأني أستفضل. درب نفسك باستمرار، امسك نقطة الضعف اللي فيك وقول مش ممكن، أنا لابد أن أحارب حتى الموت. في التغصب، في الضغط على النفس، بولس الرسول بيلوم العبرانيين بيقول لهم إيه؟ لم تقاوموا حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. لم تجاهدوا حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، آية مشهورة في عبرانيين 12-4، ياريت تحفظوه. لم تجاهدوا حتى الدم، لم تقاوموا حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. ده التغصب، إنسان يغصب نفسه يقاوم حتى الدم ومتقوى إرادته. أول مرة بيغصب نفسه، تاني مرة بيغصب نفسه، بعد كده يلاقيها بقى الطبيعي، بعد كده يلاقيها بقى الطبيعي، يلاقي لا يبذل مجهود لكي يمنع نفسه، تعود المنع. زي الصيام، بتغصب نفسك على الصوم، بعد كده تلاقيه بقى طبيعي. ولذلك الإنسان المتدرب على الصوم ما بيتعبش، ما بيتعبش. عندنا في الدير كان في أسبوع الألام اللي بيطغوا من يوم الخميس لحد ليلة العيد، كانوا بيبقوا قادرين على الصوم وعندهم صحة قوية، واللي بيصوم يدوبك للغروب هو اللي ضعفان وتعبان، لأن كل ما بيدرب نفسه وكل ما بيقوي نفسه بيلاقي نفسه بقت حاجة طبيعية عنده، وما جيلوش شهوة الأكل إطلاق، وقادر على كده. تمام، زي إنسان يكون بيتمرن على المشي، يمشي كيلو ويتعب، يمرن نفسه ولا قادر يمشي كيلو، بعدين يمشي 2 كيلو ويتعب، يمرن نفسه ولا قادر يمشي 2 و3 و4 و5، ويلاقي المشي مش تعبه. أنا فاكر مرة مشيت في يوم كان بين المغارة بتاعته وبين الدير 12 كيلو، فكنت محتاج أروح حاجة أجيبها من قليتي ضروري، فمشيت ال 12 كيلو وجبت الحاجة من قليتي ورجعت ال 12 كيلو بقى 24 كيلو. وبعد شوية واحد فات عليا من الدير فوصلته كده قد 4 كيلو رايح وقد 4 كيلو جاي، وما كنتش بتعب. دلوقتي لأني قاعد في مكاني وأمشي بعربية وأرجع بعربية، إن مشيت كم خطوة أتعب. مش للدرجة دي يعني، لكن كل ما الواحد يمرن نفسه يلاقي بقى الطبيعية. كل حاجة تتمرن عليها كانت صعبة في أولها تلاقيها بقت سهلة فيما بعد، بقت سهلة فيما بعد. فمرن نفسك، إرادتك دي في إيدك وتستطيع. حاجة تانية عايز أقولها لك، كل ما أنت تغصب نفسك بتعلن رفضك للخطية وبتعلن حبك للخير. أول ما تعلن رفضك للخطية وحبك للخير تلاقي النعمة جات لك ومشيت معاك، قلت لك ما دام أنت عايز كده وبتبذل مجهود أبقى أنا أساعدك. لكن لما انت تكون رافض ربنا، ربنا هيمشي معاك بالعافية؟ هيقول لك تحبني بالعافية؟ ربنا ما يحبش حب العافية ده. لكن لما يلاقيك ابتديت تمشي في سكته يقول لك امشي معاك، يلاقيك ابتديت تجاهد يقول لك انا هساعدك في الجهاد. فانت تغصب نفسك. عارفين تغصب نفسك يعني ايه؟ يعني واحد مثلا دفع العشور، لو اول ما قبض المهية راح شايل عشورهم ورميهم لربنا وخلص، تلاقي الحكاية انتهى منه. لو دخلها في مناقشة هياخد ويدي مع ربنا يساوم، يقول له طب يعني ضروري، طب ما نقصته، طب بلاش الشهر ده والشهر الجاي اديك عشور الشهرين على بعض، ويبتدي فاكر انه يعني هيلعب مع ربنا، وربنا عارف اللعبه.
دي كلها لأن هو دخل في مساومة. اللي عايز يقوي إرادته مساومة مفيش، مناقشة في الوصية مفيش، فلسفة الأخطاء وتبرير الأخطاء مفيش، اللي عايز يقوي إرادته اللجوء للأعذار مفيش، اللجوء للتبريرات مفيش، اللجوء للحلول الوسط مفيش. إرادة يعني إرادة، اتفقنا مع ربنا يعني اتفقنا. ما انت جايز تقرر انك تحارب الخطية وتقول خلاص قررت ان احارب الخطية، وبعد ما تقرر يقولوا لك طب ما الحل السلمي كويس، يعني ايه اتساهل جد؟ يعني جد الشخص الجاد تقوى ارادته، الشخص الجاد تقوى ارادته، الشخص اللي كل يوم بفكر وكل يوم بنقاش وكل يوم ناخد وندي، ارادته هتيجي ازاي؟ خلي ليك سكة واحدة غير متشعبة، طريق واحد كده يوصل لربنا. يجي الشيطان يقول لك هجيب لك طريق اسهل، تقول له كتر خيرك سعيكم مشكور، مش عايزين طرق من عندك. تفضل ماشي في سكتك. الالتزام والقيم والمبادئ كل دي تقوي الإرادة، تقوي الإرادة. إذا أردت أنك تقوي إرادتك حاول أنك تنتصر على العقبات، فكل ما تمشي في طريق الخير الشيطان يحط لك عقبات كثيرة، حاول أن تنتصر على العقبات وثق انك ستجد لذة كبيرة في الانتصار على العقبات. داود كان شايف قصاده جوليات 1000 عقبة في سكته، الرجل طويل قد الجبل وسلاح طوله كم دراع والجيش كله خايف، في عقبات، لكن لان في ارادة قوية في عزيمة على الانتصار، هروح يعني هروح وهموته يعني هموته. صحيح أنا ما عنديش غير حصواية وهو عنده رمح قد بتاع النساجين ده، لكن برضو هخش يعني هخش. رجوع لورا لا، جه في الحروب بتاعت الشعب زمان أيام موسى ويشوع، كان بيقول له إيه يا جماعة؟ شوفوا اللي متجوز جديد ما يخشش معنا الحرب، اللي خطب واحدة لسه جديد ما يخشش معانا الحرب، اللي مأجر بيته لسه ما سكنش فيه ما يروحش معانا. احنا عايزين الواحد اللي ما عندوش مخ تاني وما عندوش فكرة في حاجة تاني، خش يعني خش. الرجل ذو رأيين مقلقل في كل طرق، ما دام تعزم على ربنا تمشي وبس. أول ما تعزم تمشي مع ربنا تلاقي الشيطان يقول الله الجدع ده هيفلت منه ولا إيه؟ يرمي لك عقبات عقبات عقبات، انت تقول له لا لا لا. زي القديس الأنبطولوس داخل برية يبص يلاقي إغراءات في السكة، أختك تعمل فيها إيه؟ أدي فلوس طب تصفق، ما فيش. زي السهم، عارفين السهم لما يخرج كده بيمشي في سكة واحدة على طول لغاية لما يوصل للهدف. عمر السهم وهو ماشي يحود يمين يحود شمال؟ مش ممكن. سهم يمشي بكل سرعة في سكة واحدة في هدف محدد، لا يمل يمنة ولا يسر. تلغيها الصورة دي وتحاول انك تحاسب نفسك باستمرار وانك تبكت نفسك باستمرار. بيقولوا لي الوقت انتهى، معلش.